صلة قرابة تجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالأميرة رجوى الحسين، تفاصيل تظهر إلى العلن. ويها طية سعودية وطية أردنية. كشفت تقارير إعلامية سعودية أن عائلة الأميرة رجوى ترتبط بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان من خلال والدتها عزة السديري التي تنحدر من عائلة السديري البارزة في المملكة العربية السعودية. رجوى السيف. وبعد تساؤلات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة القرابة بين ولدي العهد السعودي والأميرة رجوى ومدى قربها، وبحسب ما تحدثت تقارير إعلامية سعودية عن وجود شجرة العائلة، وتبين من خلالها أن عائلة رجوى مرتبطة بالأمير محمد بن سلمان من خلال والدتها التي تنحدر من عائلة السديري المعروفة في المملكة، إذ أن العاهل السعودي الملك سلمان هو أحد السديريين السبعة، وهم الإخوة الأشقاء السبعة من أبناء الملك عبد العزيز وحصة بنت أحمد السدير وفقاً للتقارير. وكان قد تزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوى خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان، وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً والمهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. لو تطلب عمري كمان. يذكر أنه حضر زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوى خالد السيف أفراد من العائلات المالكة، بينهم ويليام أمير بريطانيا وزوجته كيت أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن. صلي وبسحرك اللي خلي الناس تصلي على. وكانت قد أطلت العروس الأميرة رجوى بإطلالتين في مراسم عقد القران وحفل الحسينية، حيث كان الأمير الحسين يرتدي بدلة شبيهة بالبدلة التي ارتداها والده في زفافه، وأطلت العروس بفستان أبيض مطرز بالورود وقفازات طويلة وتاج الماسي جميل وملفت.